حبايبنا مشاهدينا على قناة الأرامية، نعم لكم وسلام من الله أبو ربنا يسوع المسيح. شكرا للرب لأجل فرصة جديدة وجلسة جديدة هنية نقضيها ونأتي أمامه. حبايبي الغالين، في كل مرة نأتي أمامه نراه مسرعا قبل كل واحد فينا، لأنه هو وعد وقال تطلبونني فتجدونني. وإحنا جايين حبايبي من كل قلبنا أنه نطلبه في هذا اليوم، في هذا المساء، في هذا الصباح، حوالي العالم نقول له يا رب احنا جايين، ليس لأنه لنا طلبات، مع أن لنا طلبات، لكن يا حبيب قلوبنا احنا أتينا فقط لكي نراك ونتمتع بجلسة هنية معك. احنا بحاجة أن نراك يا رب. يا رب احنا لم نراك بعيوننا ولم تلمسك أيادينا، لكن أنت قلت طوبى للذين آمنوا ولم يروا. ونحن نثق بيك يا رب، نثق أنه أنت موجود بالإيمان. إحنا نثق أنه أنت ترانا وتسمعنا، ونحن نبصرك بعيون الإيمان، نبصرك بأرواحنا، لكن قريبا جدا، قريبا جدا ستأتي إلينا ونتعزى معك ونراك كما يرى الواحد صاحبه، ونقضى معك الأبدية. حبايبي الغاليين، في جلسة جديدة نرفع فيها طلبات صلواتنا، أشجعكم أن تهيئوا قلوبكم لاستقبال كلمة الله. نصلي لأجل كل واحد موجود، سنتحد اليوم بالصلاة لأجل كل واحد سيكتب إلينا على الفيسبوك، لأن هذه الخدمة كما أذكر حضراتكم في كل يوم تذاع على الصفحة الرسمية لقناة الأرامية على الفيسبوك وعلى صفحتي الخاصة. لسهولة الوصول على الفيسبوك، كل ما عليك عمله أن تكتب كلمة واحدة في البحث: الأرامية، وستجد الصفحة تفتح أمامك ABN، وبعدها ستستطيع الوصول إلى كل الخدمات الموجودة. أشجعك أنه ترفع قلبك معي، لأنه اليوم خدمة خاصة ومميزة مثل كل مرة، فسيدنا دائما يعطينا غذاء جديد ويشبع قلوبنا. نستقبل مكالماتكم، أشجعك أن ترفع سماعة التليفون. المكالمات مجانية، الرقم موجود أمامك، بإمكانك أن تتصل، تضع طلباتك وصلواتك ومداخلاتك وأسئلتك وتشكراتك للرب. نصلي أنه خلال ساعة ونص قادمة سنجلس معه يعزي قلوبنا. أشجعك أنه ترفع معي قلبك الآن وتهيئ أفكارك لكيما يكلمنا الله. تعال نرفع هذه الفرصة بالصلاة لكيما يصل إلى قلوبنا ويعطينا وقت مبارك وممتع، ونختفي جميعنا ويظهر هو وحده. يا رب احنا نشكرك ونعظمك ونحمدك يا رب من أعماق القلب، لأنه أنت عظيم وقدوس، أحببتنا وأعلنت لنا حبك في أبهى صورة في الصليب يا رب. شكرا لأنه أخذت حمل خطايانا، كتب عنك المرنم هكذا: تدق يداه فداء يدي. نشكرك يا رب. وكتب مرنما آخر مستعجبا وقال: أيحمل جرم الشرور البريء ويغدو بريئا هنا من جنى. عجيب يا رب، عجيب أنه البار يمسك ويطلق الشرير، عجيب أنه الرب يسوع يلقى القبض عليه ليصلب، ويترك برباس، ويترك معه فادي، ويترك معه كل من آمن به. شكرا لك يا رب، ما كنت أنت المذنب لكن كنا نحن المذنبين، لكن نشكرك أنت حملت حملنا أجمعين. يا رب في هذا الصباح إحنا معلنين أمامك أنه إحنا جايين بقلوبنا تستطيع أنت أن تهيئها، تستطيع أنت أن تعطينا غذاء من عندك يا رب، تستطيع أن تكلم كل واحد فينا. يا رب أنا أرفع كل شعبك أمام شاشات التلفزيون وأمام الفيسبوك يا رب، في كل واحد سيشاهد هذه الحلقة، سواء كانت مشاهدة مباشرة الآن أو يا رب ما سيرون بعد ذلك الحلقة في الأيام القادمة أو لاحقا بعد الآن يا رب. أن تباركنا يا رب، أن تكلم قلوبنا يا رب، أن تحثنا، أن تشجعنا، أن تقودنا يا رب، فنراك بالحقيقة ونشبع منك. أنا أرفع العاملين يا رب في الخفاء في هذه القناة يا رب، وأرفع شعبك من وراء شاشات التلفزيون. إن كنا نبث يا رب ونرى شاشة التلفزيون وهما يرون من وراء الشاشات، إلا إن عيونك الفاحصة التي تستطيع أن تخترق أستار الظلام ترى كل واحد فينا، وترى قلبنا، وترى أفكارنا. أنت عارف الدواء يا رب، أنت بحاجة لأجل كل واحد فينا أن يفتح قلبه يا رب،
أن يعطي قلبه. أنت قلت يا ابني أعطني قلبك، لكن يا رب هذه الحاجة اللي عندك ليس لأنه أنت عندك عوز، حاشا، لكن لأنك تحبنا وتريد أن تخلص كل واحد فينا. الله لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. يا رب في صباح جديد ويوم جديد يا رب توبنا إن كنا بحاجة إلى توبة، رجعنا، أرينا عجائب من شريعتك يا رب. يا رب أنهض قلوبنا إن كان فينا ضعف، واعطينا في ساعة ونص قليلة يا رب نراك ونتمتع بك يا رب. يا رب نستودعك مكالمات الهاتف، البث، النت، التلفاز يا رب، نفوسنا العاملين اخفينا جميعا، وسيطر أنت على كل المشهد، ولتكن أنت السيد ليس خلال ساعة ونصف فقط، لكن على كل حياتنا. لك كل إكرام ومجد إلى الأبد، آمين. حبايبي الغاليين، ما زلنا مستكملين دراستنا في هذه الشخصية الرائعة إليشع ومعجزاته الرائعة، والتي قلنا إحنا لسنا مشغولين بإليشع ولسنا مشغولين بموسى وإيليا، ليس لأنهم ليسوا يعني جيدين أو ليسوا جمال، لكن حبايبي الغاليين هم نجوء متلألئة في سماء الله، لكن متى أشرقت الشمس تختفي كل النجوم، ونحن لم نرى لنأتي نجوما ببريقها، لكن أتينا لنرى مصدر النور، شخص الرب يسوع وحده. أتينا لنرى يسوع وحده. في مرة التلاميذ على جبل التجلي، ظهر موسى وإيليا مع الرب يسوع على الجبل، وبطرس أبهر بالمشهد وقال دعنا نصنع مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا. وكأنه بضعف تفكيره وإدراكه وضع الرب يسوع مع هاتين الشخصيتين العظيمتين، لكن في الحال جاءت غيمة وحجبتهم من المشهد، ورفعوا عيونهم ولم يروا إلا يسوع وحده. ونحن اليوم لن نضعهم في مرتبة واحدة، لأنه حاشا أن يتساوى الثرى مع الثريا، حاشا أن يتساوى الخالق مع المخلوق. لكن حبايبي الغالين، إحنا اليوم جايين ونقول له يا رب إن عيوننا زاغت قليلا هنا وهنا، إحنا بحاجة لغيمة تخفي الكل، ونرفع عيوننا ولا نرى إلا شخصك يا حبيب قلوبنا. أرفعكم بالصلاة والطلبات، عندي طلبات صلاة، متشجع أنه كثيرين اتصلوا وطلبوا طلبات صلاة من قبل الحلقة. أشجعكم أيضا أن تكتب على الفيسبوك، أن تضع مداخلاتك، تضع أسئلتك، تتصل بينا، وأنا متأكد أنه الموعد مع البركة سيتحقق، والذي دعانا إلى موضع خلاء قليلا لنستريع سيصرفنا، ونحن متشجعين ومستريحين ومستعدين لكل عمل صالح قد سبق هو فأعده لكي نسلك فيه. تعالوا نفتح قلوبنا ونفتح كتبنا المقدسة ونقرأ من سفر الملوك الثاني والإصحاح السادس. أخذنا القراءة الأولى عن الحديد الذي طفى، ثم سنأخذ اليوم من العدد الثامن ونستكمل إلى نهاية المعجزة في العدد 23. تعالوا نفتح كتبنا ونقرأ هذا الأمر. وأما ملك آرام فكان من العدد 8، سفر ملوك الثاني والإصحاح السادس والعدد 8. وأما ملك آرام فكان يحارب إسرائيل، وتآمر مع عبيده قائلا: في المكان الفلاني تكون محلتي. فأرسل رجل الله إلى ملك إسرائيل يقول: احذر من أن تعبر بهذا الموضع، لأن الآراميين حلون هناك. فأرسل ملك إسرائيل إلى الموضع الذي قال له عنه رجل الله، وحذره منه، وتحفظ هناك لا مرة ولا مرتين. فاضطرب قلب ملك آرام من هذا الأمر، ودعا عبيده وقال لهم: أما تخبرونني من منا هو لملك إسرائيل؟ فقال واحد من عبيده: ليس هكذا يا سيد الملك، لكن إليشع النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك. فقال: اذهبوا وانظروا أين هو. فأرسل وأخذه، فأخبر وقيل له: هو ذا في دوثان. فأرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا، وجاء ليلا وأحاطوا بالمدينة. فبكر خادم رجل الله وقال:
وقام وخرج، فإذا جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات، فقال غلامه له: آه يا سيدي، كيف نعمل؟ فقال: لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. وصلى إليشع وقال: يا رب افتح عينيه فيبصر. ففتح الرب عيني الغلام فأبصر، وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نارا حول إليشع. ولما نزلوا إليه صلى إليشع إلى الرب وقال: اضرب هؤلاء الأمم بالعمى. فضربهم بالعمى كقول إليشع. فقال لهم إليشع: ليست هذه هي الطريق ولا هذه هي المدينة، اتبعوني فأسير بكم إلى الرجل الذي تفتشون عليه. فسار بهم إلى السامرة، فلما دخلوا السامرة قال إليشع: يا رب افتح أعين هؤلاء فيبصروا. ففتح الرب أعينهم فأبصروا، وإذا هم في وسط السامرة. وقال ملك إسرائيل لإليشع لما رآهم: هل أضرب؟ هل أضرب يا أبي؟ فقال: لا تضرب، تضرب الذين سبيتهم بسيفك وبقوسك. ضع خبزا وماء أمامهم فيأكلوا ويشربوا، ثم ينطلقوا إلى سيدهم. فأولم لهم وليمة عظيمة فأكلوا وشربوا، ثم أطلقهم فانطلقوا إلى سيدهم. ولم تعد أيضا جيوش أرام تدخل إلى أرض إسرائيل. آمين. هذه هي قراءتنا لهذا اليوم. وفي فكرة سريعة عن القصة، ملك أرام عمل الآتي: أراد أن يطيح بملك إسرائيل لأنه عنده حروب معه، هكذا يقول ملك أرام، فكان يحارب إسرائيل. ماذا حصل لملك أرام؟ ملك أرام ملك إسرائيل عمل كمين لكي ما يلقي القبض على ملك إسرائيل ويخضعهم تحت سلطته. هذا الملك إذا أردنا أن نعرف اسمه خلونا ننتبه إلى الأعداد اللي بعدها. اسمع، في العدد 24 قرأنا إلى 23، سنعرف من العدد 24 اسمه. يقول: وكان بعد ذلك إن بن هدد. فإذا اسمه بن هدد، ملك إسرائيل ملك أرام بن هدد، معنى اسمه ابن عويل العاصفة أو ابن صراخ العاصفة. ماذا أراد؟ أراد من ملك إسرائيل الذي هو يهورام والذي معنى اسمه يهوى مرتفع، أراد أن ينصب له كمينا فيسقط به ويلقي عليه القبض أسيرا. لكن ماذا حصل؟ كان إليشع رجل الله يرسل رسائل تحذير إلى ملك إسرائيل، يهدده، يحذره من تهديد بن هدد، ويقول له إن الأراميين كامنون لك وسيلقون القبض عليك فاحذر. ملك إسرائيل لم يصدق، فأرسل إلى الموضع ليتحقق من الأمر، وهكذا أنقذه الله لا مرة ولا مرتين. هذا ما يقول في العدد 10. يقول: فأرسل ملك إسرائيل إلى الموضع الذي قال له عنه رجل الله وحذره منه، وتحفظ هناك لا مرة ولا مرتين، يعني مرارا كثيرا أنقذه. فكان كل مرة ملك أرام يغير الخطة كان يفعل الآتي: كان يختار مكان يختبئ فيه، ثم تصل رسالة إلى ملك يهودا، إلى ملك إسرائيل عفوا، يحذره ويقول له احذر، فالكمين كامن هناك لك، فيتحذر لا مرة ولا مرتين، لغاية ما أنه بن هدد تضايق جدا وأرسل عبيده، قال: أخبرونا من منكم الخائن الذي يعمل مع ملك إسرائيل. فقام واحد من العبيد وقالوا: ليس هكذا يا سيد، المشكلة ليست أن هناك واحد يعمل لمصلحة ملك إسرائيل، لكن هناك نبي. هذا النبي في السامرة ماذا يفعل؟ هذا النبي يخبر ليس بخططك التي تقولها لنا، لكن اسمع ماذا يقول. يقول عنه الآتي، يقول في العدد 12، يقول: يخبر ملك إسرائيل
بالأمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك، يعني حتى قبل أن تصرح بالفكرة، قبل أن تعلن لنا ما المقصود. كان ملك أرام يتمدد بالليل حتى ينام ويقول غدا سأكمل له كمين في المكان الفلاني وسأخبر العبيد أن يستعدوا. كان يسمع رجل الله ما يقول في أفكاره، في أفكاره ملك أرام. فقرر ملك أرام أن يلقي القبض على من يخبر بالأفكار، فنصب كمينا لمن؟ لإليشع وعبده، وكان هو في دوثان. ماذا حصل عندما كان هو في دوثان؟ أرسل، اسمع ماذا أرسل ملك أرام، فأرسل إلى هناك، تعالوا نحسب، خيلا ومركبات وجيشا خفيفا، كلا تابع، وجيشا ثقيلا، وجاء ليلا وأحاطوا بالمدينة. يعني اللي عملوا هيئ جيشه بالكامل، مركبات وخيل وجيش ثقيل وأحاط بكل المدينة، يعني خطة محكمة لا يوجد منها منفذ. فبكر خادم رجل الله وقام وخرج، ماذا وجد؟ شاف الجيش محيط بالكامل، فقال آه يا سيدي كيف نعمل؟ فقال لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. اسمع مرة أخرى، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. لم يقل، لاحظ، حط خط واكتب فوق على كتابك، لم يقل لأن الذين معنا أكثر من الذين علينا، لكن الذين معنا أكثر من الذين معهم. اسمع، وصل إليشع وقال يا رب افتح عينيه فيبصر، ففتح الرب عيني الغلام فأبصر، وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول إليشع. ولما نزلوا إليه، لما نزلوا إليه صلى إليشع إلى الرب وقال، اسمع، صلى وقال يا رب اضرب عيون هؤلاء بالعمى الجيش، فضربوا بالعمى وقادهم إلى السامرة، وفي السامرة صلى أن تفتح عيونهم ففتحت عيونهم، وقال ملك إسرائيل هل أضرب؟ أضرب يا أبي. قالوا لا، تضرب اللي أنت سبيتهم بسيفك وبقوسك وبقوتك، لا لا، أعطهم طعاما ليأكلوا، وعندئذ بعدما يأكلوا تصرفهم إلى سيدهم. وهذا اللي فعل، وذهبوا ولم يعد جيش، لم تعد جيوش أرام تدخل إلى أرض إسرائيل بعد. ما الذي يريد أن يخبرني؟ ما الذي يريد أن يخبرنا الله في هذه القصة؟ حبايبي الغاليين، أرام معنى اسمها المترفع، المرتفع. فإذا هو المتعالي، عنده ملك اسمه بن هدد ابن العاصفة، ابن صراخ العاصفة، ابن عويل العاصفة. ماذا فعل؟ وضع كمينا لمن؟ وضع كمينا لملك إسرائيل. فجاءت الرسائل التحذيرية واحدة تلو الأخرى تحذره من الكمين الذي وضع. أنا اليوم رغم أنه هناك أفكار كثيرة، لكن شغلني الله بفكرة واحدة تكلم قلوبنا. لكن خلال الأفكار التي خلال الفكرة التي سنطرحها، سأتكلم عن أشياء الله يوصلها برسالة لي ولك. كم مرة، أو قد يكون من يسمعني الآن أو من تسمعني الآن، الله يحذرك اليوم ويقول احذر، في المكان الذي تقصده هناك كمين، تحذر، في الشركة التي ستبدأها في البزنس مع أحد هناك كمين، وأعطاني مؤشرات، تحفظ، فإن الارتباط الذي أنت مزمع أن ترتبطه هناك كمين، تحذر، فإن الخدمة التي أنت ذاهب لتخدمها هناك كمين، تحذر،
كم مرة اللي فعله ملك إسرائيل، رغم أنه هو عبارة عن الضعف، لكن ذهب وتحقق، أي أرسل هناك مراسيل لكي ما يتحقق من الأمر. وكم مرة الله وصل لنا برسالة، وما زال يصل لك ولك ولي برسالة يقول لنا فيها: تحذر، إن الخطوة القادمة التي أنت مزمع أن تفعلها، هناك كمين مخفي لك لا تراه، لكن هناك من يضع لك كمينا. لكن اسمع الخادم الذكي والشاطر، وعندما أقول الخادم حبايبي الغالين يجب أن ننتبه، عندما أقول الخادم لا أقصد فئة معينة من المؤمنين، كلا كلا يا أحبائي. الكتاب يخبرني في رؤيا الإصحاح الأول والعدد 5 و6 و7: الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا، يقصد كل الذين آمنوا به، أما كل الذين قبلوه فقد أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. ماذا فعل؟ وجعلنا ملوكا وكهنة. حاليا إحنا ملوك لم نملك بعد، لأن سيدنا لم يملك بعد، لكن متى ملك سنملك معه. لكن هو يمارس مهمته بالخدمة، هو يعيش في السماء في يمين العظمة في الأعالي خادما للأقداس، يخدم كل واحد فينا. ونحن لأننا كهنة فنحن المؤمنين الحقيقيين، جميعنا خدم دون استثناء، أنت وأنت وأنا خادم على مستويات مختلفة. نعم إن هناك أوكل إليهم مسؤولية أكبر، لكن لا، هذا لا يعني أن المسؤولية الأكبر أحسن، لا يا حبايبي الغاليين. الطب مهنة رائعة، لكن ماذا سيفعل الطبيب بدون البناء؟ ماذا سيفعل البناء عفوا بدون حامل النفايات؟ ماذا سيفعل حامل النفايات بدون من يجلب الأكل؟ حبايبي الغاليين، كلنا نكمل أحدنا الآخر. الله لا ينظر إلى نوع الخدمة، لكن يرى إلى نوع القلب الذي يقدم الخدمة. فقد يكون خادما يقف على المنابر ويخدم بلا أمانة، وشخص آخر ينظف القاعة أو يغسل الصحون بأمانة. الله يرى أمانة الصغير الذي نراها ليست ذات أهمية أكبر من أمانة الذي وقف وتكلم بكلمات رنانة. الله يكلم قلوبنا، الله يريد أن يصل برسالة لنا: احذر يا خادم الله، احذر يا مؤمن، هناك كمين لك، وأنا أحذرك لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. لكن أنا الفكرة المشغول بها حبايبي الغاليين، أنا مشغول عن هاتين الشخصيتين. هناك شخصيتين جديدتين في هذه القصة. الشخصية الأولى التي لا نراها، التي كانت موجودة ولا نراها، وشخصية أخرى أيضا كانت موجودة ولا نراها، استبدلت. لا أسمع عن نعمان السرياني، لأن نعمان السرياني قرر أن لا يحارب بعد ذلك شعب الله. لقد اختفى نعمان من المشهد. المفروض كان الآية تقول، كان الآية تقول: أما ملك أرام في العدد 8 لو كان نعمان معه فكان يحارب إسرائيل، وتآمر مع رئيس جيشه ومع عبيده وقال. لكن لا نسمع عن نعمان السرياني كقائد شيء. غالبا يمكن، الله أعلم، لكن أنا أتخيل وليس أقول هذا ما ورد في الكتاب، يمكن ترك نعمان السرياني ذلك المنصب وعاش خادما لله، ترك المنصب الذي في العالم وعاش خادما لله، يمكن. لكن لا يوجد له ذكر لا هنا ولا في الأعداد البعدة. نعمان السرياني اختفى، نعمان السرياني انتقل من الموت إلى الحياة. هذه أول شخصية، شخصية جيدة تغيرت. لكن هناك شخصية أخرى حبايبي الغاليين، شخصية اختفت. هذه الشخصية هي جيحزي، خادم رجل الله الذي أصيب بالبرص ولصق البرص به وبنسله إلى الأبد. وها نحن نقرأ عن شخص جديد مخفي لا يذكر اسمه، يسميه هنا في العدد 15: فبكر خادم رجل الله، أو يسميه غلام
رجل الله، لماذا لم يذكر لي اسم الخادم الجديد؟ لأنه يريدني ويريدك ويريدك أن تضعي اسمك. هذا هو موضوع تأملنا اليوم، غلام رجل الله وأليشع الذي هو إشارة للمسيح. هذه هي الرسالة التي يوصلها لنا الله اليوم. اسمع، الإشارة التي يوصلها الله لنا اليوم عنك وعنك وعني بالاقتران والالتصاق بالمسيح، ماذا سيكون؟ اسمع، الذي ذهب، اسمع ركز معي النقطة الأولى، أخبر ملك آرام بالآتي: قيل لملك آرام بعد أن أرسل قال اذهبوا وانظروا أين هو فأرسل وأخذه. من؟ إليشع. اسمع، لم يقل اذهبوا وانظروا أين هم، إليشع كان موجود مع خادمه، لكنه لم يكن يأبه على الإطلاق بالخادم الغير معروف الذي لم يذكر اسمه، لكنه كان يطلب إليشع، كان يطلب إليشع. ما الذي أريد أن أصل إليه؟ أريد أن أصل إلى شيء غاية في الأهمية، إن الحرب التي نحن سائرون فيها رغم إنها معنى، لكنها الأساسية لمخططات الله. الذي يفعله إبليس هو إنه يحاول أن يوقف مخططات الله، لأنه عارف إنه العمل هو عمل الله وليس عملنا. عارف إنه إحنا أقوياء بمن؟ عارف إنه إحنا أقوياء به، عارف إنه إحنا أقوياء بالله، لكن إذا استطاع أن يضرب واحد منا سيشوه، حبايبي الغاليين، سيشوه صورة الله عموما أمور الناس. اسمع، في أعمال الرسل والأصحاح 13 كان هناك ساحر، هذا الساحر قال عنه، اسمع، عليم الساحر قال له بولس، اسمع اسمع ماذا يقول أعمال الرسل الأصحاح 13، يقول: وأما شاول الذي هو بولس أيضا فامتلأ من الروح القدس وشخص إليه وقال: أيها المملوء كل غش وخبث يا ابن إبليس، يا عدو كل بر، لا تزال تفسد سبل الله المستقيمة. الحرب هي ضد سيدنا، طبعا هي ضدنا، لكن المشغولية بمن فيه القوة، هو يحارب ويقاوم قوة الله التي فينا. لذلك أرسل وقيل له هو ذا، هو ذا في دوثان. ما هي دوثان؟ دوثان معناها النبع المزدوج، النبع المزدوج. ما المقصود بالنوع المزدوج؟ هناك نبع مزدوج في حياة كل مؤمن حقيقي فينا، الناموس بموسى أعطيه، اسمع النبع المزدوج، لكن النعمة والحق بيسوع المسيح صار. الله لم يدعونا إلى النعمة فقط ولم يدعونا إلى الحق فقط، لكن النعمة التي دخلت في حياتنا غيرتنا وعلمتنا الحق. نبع مزدوج من مصدر واحد، هو ذا في دوثان. اسمع ماذا حصل عندما أعلم أنه في دوثان، اللي حصل شيء مهم، جيش واحد كامل قبالة شخص واحد، هي جيش كامل. عندما نبدأ خدمتنا نرى المقاومين لنا صغار، لكن كلما نعيش أمناء أكثر، كلما نطيع أكثر، كلما نخضع أكثر، ماذا يحدث؟ تكون المقاومة أكبر، حتى إن إبليس يجهز لنا جيش كامل. كيف عرفنا هذا؟ اللي حضر معنا الحلقات السابقة قلنا لأن محاربتنا في أفسس 6 ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة هذا الدهر، على مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. جيش كامل مسخر لمحاربة، اسمع، لمحاربة واحد،
من هو هذا الواحد؟ إليشع. طب إليشع كان وحده؟ لا، كان معه أنا وأنت. حبيب قلوبنا شخص الرب يسوع، هناك حرب شعواء ضده كبيرة وضد شعبه. احذر، إن من يحاربك لا يحاربك لشخصك، لكنه يحاربك للحق الذي فيك، يحاول أن يشوه عيونك، هذا سمعتك ويغلق عيونك ويدعك تنشغل بالجيش الذي أمامك. هذا ما فعله الغلام المسكين، هذا ما نفعله حبايبي أنا وأنتم. ماذا نفعل؟ نرى حبايبي الغاليين إنه إحنا فاشلين، نرى بأننا أمام جيش كبير جدا، فنرى نحن أمام خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا. ماذا نفعل؟ الشاطر هو يعمل الآتي، هو إنه يصرخ بالاتجاه المناسب. لا تحارب بقوتك، إياك أن تواجه إبليس بإمكانياتك، إياك أن تواجه إبليس بقدراتك، بذكائك، بفهمك، بخطتك. اذهب وشغل أكبر مفصل في جسمك لكيما تتحقق النتيجة والنصرة. اذهب وشغل ركبتيك. ماذا فعل هذا الرجل؟ اسمع، فقال غلامه له، يعني معناها التقى بإليشع وقال: آه يا سيدي كيف نعمل؟ مجرد أن صرخ، مجرد أن صرخ هذا الغلام إلى إليشع، ماذا حصل؟ اسمع، قال إليشع له: لا تخف، لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. ما المقصود بأن الذين معنا أكثر من الذين معهم؟ اسمعوا حبايبي الغاليين، الذي يقصده يريد أن يخبرني شيء مهم. مرة دخل داود بمعركة مع جوليات الجبار، شخص متمرس عنده خبرة في الحرب، كان يعير صفوف شعب الله. فقال له الآتي، قال له: أنت أتيت لي بسيف وترس ورمح، أما أنا فأتيك بقوة رب الجنود. قوة رب الجنود كم عنده؟ كيف من يستطيع الوقوف أمامه؟ هذا اللي قاله. قال: لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. لا تخف، لا تخف، فهم معهم جيش ومركبات وخيول مادية. وماذا معنا إحنا؟ ماذا معنا إحنا؟ اسمع ماذا معنا. افتح عيونه فيبصر. طب هو كان شايف بعيونه؟ كانت عيونه المادية مفتوحة، لكن عيونه الروحية لم تكن تبصر جيدا، فراح وذهب وجلس في محضر الله وفتح الله عيونه وأنار. ماذا حصل؟ اسمع، وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول إليشع. هذه الكلمة أنا عديت عليها كثيرا ولم أنتبه لها، لكن إذا وقفت أمامها سنفهم. اسمع اسمع، كمل في العدد 18، حط خط لأنه الله يصل لك رسالة من خلال هذه الآية. ولما نزلوا إليه، من هم؟ من الذين نزلوا إليه؟ ولما نزل هذا الجيش من الجبل إليه، لما نزلت المركبات النارية والخيل، طبعا عندما يتكلم عن مركبات نارية وخيل لا يتكلم عن شيء غير عاقل. كذلك لما قال الجيش والمركبات والخيل إشارة للقوة والسرعة. ما الذي يريد أن يخبرني؟ إن هناك جيش كامل يعمل ويحارب معنا. نحن لسنا بمفردنا حبايبي الغاليين، نحن لسنا بمفردنا، ليس متروكين في العالم وحدنا، لا حبايبي الغاليين، لكن عدنا روح الله الساكن فينا في داخلنا. طب وخارجنا؟ ملائكة التي هم موكلين لخدمة العتيدين أن يرثوا. خدامه لهيب نار، مركبات نارية. اسمع، عندما جاء ليأخذ إليا أرسل له مركبة واحدة نارية،
لكن عندما جاء ليثبت قوته مع إليشع أرسل له جيش كامل من خيول ومركبات نارية. ما الذي تعمل؟ لا تقف فوق الجبل لكي تتفرج، ليس هناك مسرح للفرجة فقط، لكن حبايبي الغاليين هناك ليس جيوش ومركبات بعيدة، لكنهم سينزلوا لنصرتنا والعمل معنا. سنخرج فاصل، وبعد الفاصل سنكمل جلستنا الهنية، فابق معنا وسنصلي للجميع والرب يبارككم. أهلا بكم من جديد حبايبنا الغاليين، وتعالوا نرجع مرة أخرى لكي ما نستكمل ما ابتدأ الله يكلمنا فيه. ماذا حصل؟ أرسل جيش كامل، هذا الجيش نزل، لكن لاحظ هناك كلمة مهمة يجب أن ننتبه إليها. متى أرسل الجيش؟ سؤال مهم جدا. لو سألنا واحد في قراءتنا متى أرسل بنهدد ملك جيش آرام هذا الجيش، اسمع ماذا يقول، راجع معي في العدد 14. فأرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا، وجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة. لماذا اختار الليل؟ لأنه حبايب الغاليين الليل هو إشارة للظلمة، هو إشارة للشر، هو إشارة للخطيئة التي تختبئ. وعلى فكرة العالم الذي نحن نعيش فيه شمسه تشرق كل يوم لكنه ما زال هو في ليل. قال عندما كنت في العالم أنا كنت نور العالم، هو كان في العالم، ثم الكتاب يقول تضيئون بينهم كأنوار. لو كان هناك صباح في العالم لما اضطررنا أن نضيء في العالم. لماذا أسمانا نور؟ أسمانا نور لأننا سنضيء وسط ظلام هذا العالم. ما الذي يريد أن يخبرني؟ يريد أن يخبرني أنه طول فترة بقاء المؤمن على الأرض هو يعيش في ظلام. تحب أعطيك إثبات؟ عندما نعمل كسر الخبز في الكنائس ماذا نفعل؟ نفعل هناك شيء ما يسمى عشاء الرب. طب هناك كنائس تجتمع صباحا، وهناك كنائس تجتمع ظهرا، وهناك كنائس تجتمع عصرا، فلماذا نسميه عشاء الرب ولا نسميه فطور الرب ولا نسميه غداء الرب؟ لماذا؟ لأنه حبايبي الغاليين احنا في ظلام العالم، الوجبة التي تؤكل في العشاء في الليل هي العشاء. لذلك احنا في ظلام دامس حبايبي الغاليين. هو ذا أنتم عارفون الوقت، إنها الآن أقرب، إنه الآن أقرب مما كان حين خلصنا. تناهى الليل وتقارب النهار، الليل منتهي حبايبي وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. قريبا جدا حبايبي الغاليين سينتهي هذا الظلام، لكن إحنا في العالم ما زلنا إحنا في ظلام، ما زلنا في ظلام العالم. لذلك يحيط فينا إبليس في ليل هذا العالم، يكمن لنا في الخفاء. في الليل حبايبي تصعب الرؤية، في الليل يقدر أن يختفي العدو بسهولة. لكن ماذا حصل؟ إشارة أخرى على أننا في ليل عندما أرسل جيش خيل ومركبات نارية، والنار يضيء في الليل ويشرق في الليل ويجعلنا نرى الذين معنا، ينير عيوننا، مستنيرة عيون أذهانكم وليس عيونكم البشرية، عيوننا تستنير. وعندما تستنير عيوننا نبتدئ نرى ما لا يمكن أن نراه في الحقيقة حبايبي الغاليين. هذا
ما يفعله إبليس معنا. لكن كما قلنا هناك خادم يجاهد، هناك خادم يجاهد. إذن النقطة الأولى قلنا جيش قبالة واحد، والنقطة الثانية ليل العالم صورة للعالم الفاسد، ليل العالم صورة للعالم الفاسد. النقطة الرابعة الخادم الذي في الصلاة يجاهد، لذلك قال آه يا سيدي، آه لو نعرف يا أحبائي قيمة الصلاة، آه لو ندرك إنه لا يمكن أن تنجح لنا خدمة ولا يمكن أن نتقدم خطوة بدون أن يكون لنا جذور للصلاة في المخدع. حبايبي الكتاب يشبه الخادم بالنخلة وقال كالنخلة يزهو الصديق. لماذا؟ لأن النخلة طويلة وعالية، لكن هل تعرف بأن هناك لها جذور تمتد إلى عمق 300 متر تحت الأرض فيجعلها قوية، وعندما تضرب النخلة بالسوس أول ما يضرب فيها داخلها ويضرب فيها جذرها فتصبح عالية منتصبة لكنها خاوية، مع أول هبة ريح تسقط هذه النخلة ويكون سقوطها عظيما. حبايبي الغاليين يساعدنا الرب إنه فعلا نمد جذور الصلاة في الخفاء. إحنا بحاجة أن نرسل جذورنا إلى العمق. عندما يكون لنا مخادع صلاة تصرخ لأجل الخدمة سيكون لنا خدمات مثمرة، فالمعارك تحسم على الجبل مع موسى وليس مع يشوع على الأرض. عندما خفضت يد موسى كان الشعب ينهزم، وعندما رفعت يد موسى كان الشعب ينتصر. هل القوة ذاتها؟ هي القوة الجسدية ذاتها، لكن القوة الروحية عندما تنزل أيادي الصلاة تبدأ الهزيمة. الخدمات التي تعمل لأيام تحتاج أسابيع من الصلاة، تحتاج انسكاب حقيقي قدام الله، تحتاج وضع هذه الخدمات في محضر الله لكيما يكون هناك نصرة حقيقية. اسمع ماذا حصل، لم تفتح عيون فقط لكن كان هناك عيون تعمى وعيون تبصر وتشاهد. ماذا أريد أن أقول؟ لما إحنا نجلس في محضر الله الذين هم ضدنا ما الذي سيحصل لهم؟ وهذا ليس تشفي فيهم وليس إشباع لرغبة الانتقام، لا، لننتبه، عيونهم ستعمى وطرقهم ستضيع، لأنه كان هناك ظلمة في كل أرض مصر، أما شعب الله فكان عنده نور، النور كان موجود. فماذا سيحصل؟ هي ظلمة لكن ماذا نفعل معهم؟ هل قال رجل الله، هل قال إليشع اضربهم بالعمى إلى الأبد فيتخبطوا؟ كلا يا أحبائي، لم يقل الكتاب هذا الكلام، لكن اسمع يقول الآتي اضرب هؤلاء الأمم بالعمى. لو كان قصده إن هم يعموا إلى الأبد لا يمكن كان هذا سيتم، لكن ماذا قال؟ فضربهم بالعمى كقول إليشع، فقال لهم إليشع، اسمع الخادم المحترم الذي يرى الأعمى يتخبط، ليست هذه هي الطريق. أول شيء التنبيه على الطريق الخطأ، مع العلم إنهم ضرموا له شرا، لكن أجاب بالضبط كما أجاب يوسف، أنتم قصدتم بي شرا أما الله فقصد بذلك خيرا. اسمع ماذا يقول، ولا هذه هي المدينة، ليس الطريق التي تسير بها يا خاطئ هي الطريق، وليست المدينة والعالم الذي تعيش فيه هو الطريق، كلا، اسمع، قود البعيدين، اتبعوني فأسير بكم إلى الرجل
الذي تفتشون عنه. تعالوا أخبركم عن الرجل ذلك الجميل الراعي العظيم الذي اسمه الرب يسوع. تعال إلى أقودكم إلى السامرة، ومعنى السامرة هي الحراسة. تعال أقودكم إلى مكان يوجد فيه حراسة، يوجد فيه حماية. هناك ستجدون الرجل، هناك سيتعامل معكم. تعالوا حبايبي الغاليين، وإحنا باقينا ثلاث نقاط، نرفع طلبات الصلاة. أنا عندي طلبات كثيرة نرفعها ونستقبل مكالماتكم، ثم نستكمل نقاطنا الثلاثة الباقية. إحنا باقي عندنا حوالي يعني 40 دقيقة في البرنامج. تعالوا نتشارك مع بعض. إن كان الرب لمسك بكلمة أو كلمك بكلمة، فأنت بإمكانك أن تتصل وتشاركنا لكي ما تكون بركة لكثيرين. إن كان عندك طلبة مثل طلبات الصلاة اللي عندنا، إن كان عندك شكر، ارفع سماعة التليفون واتصل بينا. تعالوا نتشارك خلال الدقائق التي بقت 40 دقيقة، نصلي ونرفع احتياجاتنا أمام الرب فيعزينا، وخلالها نستكمل سماعنا لكلمة الله. يا رب احنا نباركك ونعظمك من أعماق القلب، ونشكرك يا رب لأنه أنت أعطيتنا عيون في أذهاننا وأنرتها يا حبيب قلوبنا. نشكرك لأنه تعطينا النور، نشكرك لأجل ابنك الذي لم تشفق عليه بل بذلته لأجلنا أجمعين. نشكرك أنه كتبت وقلت الذي لم يشفق على ابنه بل بذله من أجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء. يا رب يسوع أنا أشكرك من أعماق القلب لأنه أنت قبلت أن تأتي إلى هذا العالم وتموت لأجل كل واحد فينا. يا رب أنا أبتدأ إخواتي أرفعهم أمام عرش نعمتك يا رب. يا حبيب قلوبنا أنا أضع أمامك أختي نسرين للبركة يا رب، صلاة لأجل أخوي ظافر اللي عنده طلبة خاصة وإنت تعرفها يا رب، صلاة لأجل بنت الرب يا رب للارتباط بشخص مؤمن بحسب قلبك يا معبود قلوبنا. يا رب أنا أثق بشخصك. يا رب أنا أضع أختي سلمة وزوجها نوري للبركة والصحة والاستخدام. يا رب هي طلبت أن تضع كل أولادها وأحفادها أمام عرش نعمتك يا رب. نرفع ابنا صباح يا رب وأولاده ميراندا وأنجلينا يا رب للتوفيق والرزق والصحة ولمعرفة الرب ولأجل البركة. أضع ابنها سرمد يا رب وأولاده ناتاليا ونيكولاس ونويل يا رب. يا رب أضعهم أمام عرش نعمتك يا رب. شفاء لأخوي سرمد يا رب من آلامه يا رب من أتعابه. يا رب أنا أضع أمامك أيضا بناتها يا رب، أضع أختي ثائرة وأولادها نور ورامز للشفاء يا رب، وهمسة للبركة والارتباط يا رب. تعلن عن شخصك وتعلن عن عملك في حياتهم. أختي نيران يا رب أولادها شهدوا علاء للصحة والتوفيق يا رب لكي ما يعرفوك ويعيشوا معك يا رب. أختي هبة أيضا للتوفيق يا رب للارتباط لأجل عمل حقيقي في حياتهم يا رب. تقود هذه العائلة بمعرفة شخصك. أختي مرال بين إيديك يا رب لأجل امتحاناتها يا رب، تنجح فيها يا رب، تمنحها يا رب سؤل قلبها وتعطيها أن تمجد اسمك وتكرمك يا حبيب قلوبنا. أضع أخوي نبيل للشفاء يا رب، أخوي توني يا رب للحماية وللبركة يا رب. أضع صلاة لشاب يعاني من الإدمان تحرير كامل يا حبيب قلوبنا، تعطي حرية حقيقية من الإدمان ومعرفة شخصك. صلاة من أجل يا رب أختي وحيدة يا رب لأجل شفاء لقدمها يا رب، أرجوك ولا تحتاج إلى عملية لكن تتمم قصدك أنت. صلاة لأجل أختي حنان يا رب وللعائلة يا معبود قلوبنا. أضع أمامك أختي امشهد يا رب، تباركها وتحفظها ويا رب تسير بوجهك أمامها يا رب. أضم صوتي لصوت أختي خالدة من أجل عائلتها للخلاص يا حبيب قلوبنا، أرجوك يا رب تمم رتب الأمور وصل الكل. أختي نور العالم لأجل طلبة خاصة يا حبيب قلوبنا، أضع أختي أنفادي يا رب وعائلتها للشفاء الروحي لها ولأولادها يا حبيب قلوبنا. يا رب أضع أختي أم كرم
للبركة والحماية. يا رب يسوع أنا أضع أختي بان، أضم صوتي لصوتها يا رب لأجل أختي مارغريت، يا رب صلاة أرفعها أمام شخصك تنتظر نتيجة لموضوع مهم، يا رب صلاة لابنة خالتها يا رب رنين لأجل وجع في بطنها ونتائج التحاليل تكون إيجابية. أضع أختي بان نفسها يا رب، أختي بان سالم بين إيديك وعائلتها وبيتها يا رب، وأولادها وزوجها تكمل معها لخدمتها تستخدمها يا حبيب قلوبنا. يا رب أضع أمام شخصك يا سيدنا الغالي، أضع أمام شخصك أختي سمر وزوجها وأولادها لأجل عمل حقيقي في حياتهم ونمو. يا رب أنا أثق بشخصك، يا رب أنا أضع أخوي جورج يا رب تعطيه حكمة واستخدام يا رب لأجل مجد اسمك يا رب أرجوك. يا رب أضع أختي هالين يا رب أرجوك من أجل الصحة لزوجها يا رب ولها وهاني، ومن أجل السفر يا رب تفتح الأبواب يا رب وتوصلهم إلى المكان اللي شخصك يقودهم فيه. أخوي عامر يا رب أرجوك، وأختي نوال والأولاد اللي في تركيا اللي يصرخون لك يا رب لأجل السفر، يا رب ترتب الأمور تسمعهم أخبار رائعة قريبا جدا. صلاة لابن الرب للحصول على الإقامة يا رب. أضع أختي فريال بين إيديك يا رب لأجل عائلتها ولأجل بيتها، يا رب أضم صوتي لصوتها لأجل الشفاء والخلاص والتحرير. يا رب أضع أختي برناديت في فرنسا وعائلتها والضيق التي تجتاز فيه والمحاربات، أختي هالين وأختي آراء وبيوتهم وعوائلهم وخدمتهم يا رب تتمجد أنت في حياتهم. أضع ماما مينيرفا بين إيديك يا رب، تعطيها في العملية المقبلة إلها شفاء حقيقي يا رب، أمور تتم فتمجد شخصك. يا رب أنا أثق بيك، أضع ماما فيرجين بين إيديك يا رب تتمجد في حياتها، تلمس بلمسة من عندك وتكمل ألام رقبتها يا حبيب قلوبنا. يا رب ترجعها إلى خدمتها فتمجدك. يا رب أختي خالدة لسفر ابنها ديفيد بلبنان، يا رب والدها بسوريا، أرجوك يا رب تكمل أنت وتصل يا حبيب قلوبنا. صلاة لأجل عائلة في تركيا تطلب يا رب صلاة لأجل سرعة السفر يا رب. أختي مادلين للشفاء يا رب، وأختي أم لؤي للشفاء يا حبيب قلوبنا. صلاة لعائلة الأخت فيكتوريا للبركة يا رب، أرجوك أنت تكمل بهذا العمل يا حبيب قلوبنا وتشفي. صلاة لأختي رجاء اللي سافرت إلى تركيا في خدمتها يا رب، تقودها شعبك يا رب وكنيستك التي تبحث عن الحق وتأكل يا رب في ساسكاتون. يا رب أخوي خادم اللي أقمته يا رب هناك يا رب، أرجوك أخوي شادي بين إيديك، والده في الأردن يا رب ووالدته يا رب، أرجوك أختي أم أشرف يا رب أرجوك تباركهم وتحفظهم يا رب، أرجوك يا رب أرجوك. أنا أثق بشخصك أنه أنت تعلن شخصك يا رب، أفراد هذه الكنيسة بالكامل تتمجد فيها يا رب. أضم في صلاتي يا رب أرفع أمام شخصك أخوي سيف اللي بالمستشفى، تتمجد في حياته يا رب. يا رب أرمين وعائلته تتمجد في حياتهم يا حبيب قلوبنا. يا رب أخوي إبراهيم تتمجد في حياته يا رب في ما يجتاز فيه في خدمته. أخوي إسحاق، أختي سامية، أختي سهير يا رب في حياتهم يا رب الاجتماعية والروحية أولا والنفسية والمهنية يا رب، أرجوك يا رب كل أمور متعلقة تكشفها وتفتحها يا رب. يا رب أرجوك أنا أضع أختي ندى بين إيديك يا رب تباركها. أضع أختي أمل يا رب، أضم صوتي لصوتها من أجل حنان يا رب، ومن أجلها يا رب شفاء وعمل حقيقي واستخدام يا رب. يا رب أضع كل واحد فينا، أنت شغلتني أن أتكلم عن كل شخص وأصلي لكل شخص يشعر بالفشل يا رب، أرجوك يا رب أرجوك يا رب أنت ترفع. الله لم يعطينا روح الفشل، أرجوك يا رب أنا أثق بيك يا رب أنه أنت تعمل وأنه أنت ما زلت تعمل يا رب، تشجع قلوبهم تسير بوجهك أمامهم. أختي كوثر بين إيديك يا رب، عائلتها وبيتها يا رب ببركات من عندك بعمل حقيقي من عندك يا رب. أنا أثق بيك يا رب،
أنا أثق بنعمتك الغنية يا رب، وأثق أنه أنت تسمع لنا يا رب. يا رب احنا متحدين بنفس واحدة، يقول الكتاب هكذا، وكان الجميع بنفس واحدة. يا رب أنا متحد مع كل واحد أمام شاشات التلفاز، يا رب أنا متحد مع كل شخص أمام الفيسبوك. يا رب، يا رب أنا أصلي لأجل الهجمة التي حصلت على كلمتك من داخل المسيحية. يا رب تفتح العيون يا رب، يا رب لمن يحاول أن يضربوا في بدليتك على الصليب في عصمة كتابك المقدس. يا رب لمن يقول أن قصص الكتاب رمزية، يا رب تبطل مشورتهم، يا رب تبطل مشورتهم بالكامل. يا رب تعلي، تقيم خدام ينادوا بالحق. يا رب، يا رب أنا أثق بيك يا رب. أضع خدامك، أنا أضع أخوي ماهر بين إيديك يا رب، ترفعه وتقوده وتسير بوجهك أمامه. صلاة من أجل أختي أمل يا رب، أرجوك أنه تقودها وتعمل في حياتها، تتمجد في حياتها يا رب. يا رب أنا أثق بشخصك، أنا واثق بيك يا رب أنه أنت ما زلت تعمل يا رب. يا رب أنا أضع هذه الخدمة بين إيديك يا رب، برنامج طريق الأقداس بين إيديك يا رب. لا نريد أن نتعزى، لكن أنت تبقي تأثيرات الكلام وتثمر يا حبيب قلوبنا. يا رب أرجوك يا رب، أرجوك يا رب، إحنا واثقين بشخصك، واثقين بعملك يا رب. أرجوك يا رب، ها هم يرفعون أصواتهم يا رب متحدين بالصلاة معي يا رب. أرجوك إحنا نأتي أمامك كشعبك يا رب، إحنا واثقين بيك يا حبيب قلوبنا. يا رب أنا واثق أنه أنت قادر أن تصل وتعمل يا رب. أرجوك اختي جنيد بين إيديك، طلبة من أجل الحكمة والمعرفة والاستخدام أكثر لمجد اسمك يا حبيب قلوبنا. يا رب يسوع، أنا أثق بشخصك، أثق أنه أنت تسمعنا يا رب، أثق أنه صلاتنا لا تضارب الهواء لكن تدخل إلى عرش النعمة يا رب. يا رب أنا عارف أنه أنت سامع أصواتنا يا رب. يا رب ضع في حياتنا خدمة أكثر، ركز عيوننا على شخصك يا رب. يا رب أضع البعيدين من عائلتنا يا رب، من عوائل كل اللي حاضر معنا يا رب، كل واحد معاند، كل واحد مقسي القلب، كل واحد يحارب يا رب، افتح عيوننا فنرى المركبات النارية، وافتح عيونهم فيروا السامرة الحقيقية ويروا الرجل الحقيقي يا رب. أرجوك يا رب كل واحد يخدم في عوائلنا في بيوتنا يا رب، تعطينا أن نكون أمناء يا رب. شيل عيوننا، احنا بحاجة أيضا أن تعمى عيوننا عن العالم وتنفتح عيوننا عليك يا رب. لا تعطي شيء يغرينا، شبعنا بيك يا رب، خلينا نشبع بيك يا رب، خلينا نتعزى بيك، خلي حياتنا تمتلئ بيك يا رب. يا رب أضع أختي ماما ابتسام بين إيديك يا رب، قودها في خطواتها، كون ماشي معها يا رب. يا رب أضع أختي منيرة بين إيديك يا رب، اللي تطلب صلاة يا رب. أرجوك أرجوك يا رب، هي على السرير من 9 أشهر يا رب، تكمل معها يا رب. أرجوك يا رب، يا رب أنا أضع يا رب، أضم صوت لصوت ماما فيرجين يا رب، لأجل باسم وزوجته هيفاء، تتمجد في حياتهم يا حبيب قلوبنا. يا رب احنا بحاجة أن ترسل وتلهب قلوبنا في هذه اللحظة يا رب، لا تجعلنا نأخذ معلومات عقلية، لكن يا حبيب قلوبنا تتعامل معنا، تملأ حياتنا بالفرح يا رب، تملأ حياتنا منك فنفرح منك ونشبع بيك يا رب. أرجوك يا رب، فنصرخ ونقول أهلم يكن قلبنا ملتهبا فينا وأنت تكلمنا في الطريق. أرجوك يا رب أعطينا أن نراك بالحقيقة يا رب. أرجوك يا رب أنا أثق بيك، أضع أختي غصون بين إيديك يا رب، تباركها وتحفظها وتحفظ عائلتها، تحفظ بنتها يا رب، تحقق قصدك الصالح في حياتها يا رب. أختي ليزا بين إيديك يا رب، أيضا أنا أثق بيك يا رب، أثق بشخصك أنه أنت تسمع لنا وتستجيب لك، كل إكرام ومجد إلى الأبد. آمين آمين. حبايب الغاليين، ما زلنا نستقبل طلبات الصلاة، وإحنا معانا حوالي نصف ساعة من الآن،
نستكمل طلبات الصلاة اللي موجودة عندنا، وتعالوا نأخذ نقطة جديدة. اللي حصل مع هذه الجيوش، اسمع، الكتاب يخبرني بأنه عندما ضربوا بالعمى ماذا فعل؟ تم إكرامهم، إن جاع عدوك فاطعمه. ما المقصود؟ إحنا لسنا لنا عداوة، لكن الناس إحنا علمنا أن نحب من يعادينا، نحب أعداءنا. لذلك يجب أن نفعل ما يقول الكتاب لنا. هكذا فعل إليشع، هذا الإنسان المحترم وخادمه، قادهم إلى السامرة، وملك السامرة البسيط الذي بضعف أذهانه قال له أضرب يا أبي، فرصة يا رب، هم عمي أضربهم. يا سلام على الجواب، يا سلام على الجواب الراقي. قال له أنت روح أضرب اللي تأخذهم بسيفك ورمحك، هؤلاء تطعمهم، تطعمهم. حبايبي الغاليين، ماذا يكلمني عن الأطعام؟ يجب أن أطعمهم. حبايبي الغاليين، اعرف كلمة الله واطعم شعب الله. حبايبي الغاليين، احنا بحاجة أن نعرف الكلمة لكيما نستطيع أن نطعم الناس، لكيما نقدم لهم كلمة الله الحلوة. اسمع، الكتاب يقول الآتي، قال له رجل السامرة الآتي قادهم، اسمع مرة أخرى، ليست هذه هي الطريق وليست هذه هي المدينة، اتبعوني. يا سلام عندما قال الرب يسوع اتبعني أنت، وقال الكلمة لمتى اتبعني، قالها لكثيرين، قالها لكل واحد فينا، اتبعني اتبعني، ليست هذه هي المدينة وليست هذه هي الطريق. كلا يا أحبائي، اسمع، اللي موجود هو الآتي. فلما دخلوا السامرة فسار بهم إلى السامرة، إلى من؟ إلى الرجل. حبايبي الغالين، إلى الرجل. من هو الرجل الذي يطلبون؟ من هو الرجل الذي يطلبون؟ لقد كانوا يطلبون نفس إليشع، لكن ماذا حصل؟ لقد وجدوا إليشع نفسه. هكذا كان يقول الكتاب عن اللصين، كانا يعيرانه، هما الاثنين، لكن ماذا حصل لأحدهم؟ تقابل في نظرة مع عيون ذلك المصلوب الذي يختلف عن كل المصلوبين. فذاب قلبي، هكذا، فذاب قلبي حينها، ولم يستطع أن يقاوم نظرات المحبة التي في عيونه. حبيبي، وأنت الذي ما فعلت رديا جعلت لأجل ردي، كشاة تساق إلى الذبح صرت، وكاللص صرت أيا سيدي، فيا لي من آثم معتدي، ويا لك من غافر مفتدي، تدق يداك فداء يدي، فماذا أرد لك سيدي، وأنت العلي وأنت الإله، لك القلب أهديه طول الحياة. أحبائي الغاليين، هذه هي الحقيقة، لقد ذابت القلوب عندما تقابلت مع الرب يسوع. وهذا ما نصليه، أن تفتح العيون، أن يصل بكلماته إلى القلوب، أن تعمل عيون عن العالم وتفتح العيون على ذلك الشخص الجميل الذي إذ رأته عيوننا لم تعد تستطيع النظر في أي شخص أو شيء آخر. اسمع ماذا قال عندما دخل إلى السامرة، قال إليشع، يا رب افتح أعين هؤلاء ليبصروا، افتح أعين هؤلاء فيبصروا. وماذا حصل حبايبي الغاليين؟ اللي حصل بعده، ففتح الرب أعينهم فأبصروا، وإذ هم في وسط السامرة. هل تعرف لماذا نخدم ولا يكون هناك إبصار؟ هل تعرف ما السبب؟ إنه هناك مرات كثيرة نخدم ودون أن يكون هناك
ناس ترجع لأننا حبايبي الغاليين ننسى أن نقود شعب الله، ننسى أن نقودهم بالكلمة، متصورين عندما نقدم الحق دون نعمة الله التي تشبع، دون نعمة الله التي تقود، دون كلمة الله التي تغذي وتجعل العيون تبصر، نتصور أن هذه الخدمة. هذا لا يعني أن هناك كل واحد لم يرجع معناه أنه أنا قصرت، كلا يا أحبائي، لكن ساعات كثيرة بسبب تقصيراتنا حبايبي الغاليين لا يرجع شعب الشعب لله. لكن تعالوا نصلي، تعالوا نقول يا رب أنت بحاجة أنه في خدمتنا تقودنا، يا رب تكون معانا في حياتنا، فنعيش لك عندما نخدم، ننادي باسمك يا رب، نكون مشغولين بيك أنت وحدك، نكون مشغولين بعملك أنت وحدك. يا رب تقودنا كيف نقدم شخص الرب يسوع المملوء نعمة وحق، مملوء نعمة وحق. يا رب أرجوك أنت قدمت النعمة على الحق لكيما تضع لنا يا رب هذه الأيدي التي تحملنا يا رب بنعمتك، وتقدم لنا الحق بعد أن تفتح عيوننا. حبايب الغالين، عندما يذهب مريض إلى مستشفى فهو ليس بحاجة إلى توبيخ، لكنه بحاجة إلى علاج. نعم، إن بسبب تقصيراته رقد في المستشفى. هذا ما نفعله حبايبي حتى مع المؤمنين. إذا وجدت أخوك المؤمن ساقط فاصلحوا أنتم الروحيين، ناظرا إلى نفسك لئي لا تجرب. بروح الوداعة قدم واخدم. يساعدنا الرب أنه نعمل ما فعله رجل الله هنا إليشع، فتح عيونهم، صلى لأجلهم لكي يبصروا، وفعلا أبصروا. وماذا حصل بعد أن أبصروا حبايبي الغاليين؟ بعد أن أبصروا رأى عيونهم قد أبصرت وهم هم في وسط السامرة، فقال رجل الله أضرب؟ قال لا، تضع أمامهم طعاما، فضع خبزا وماء أمامهم فيأكلوا ويشربوا. قدم كلمة الله، وضعت أمامهم ينابيع الماء وينابيع الطعام، وضع أمامهم طعاما وماء، وماذا حصل؟ ثم ينطلقوا إلى سيدهم فأولم لهم وليمة عظيمة، فأكلوا وشربوا ثم انطلقوا فأطلقهم إلى سيدهم، ولم تعد أيضا جيوش أرام تدخل أرض إسرائيل. تعالوا نكمل طلبات الصلاة حبايبي الغاليين، ونستكمل بقية النقاط التي نتحدث عنها. تعالوا نرفع قلوبنا بالصلاة، ونستقبل المكالمات أيضا إذا أحد فيكم عنده طلبة صلاة حبايبي الغاليين. إذا مشغول تصلي لأجل الآخرين، إذا ثقلت من بين الأسماء التي وضعت أمامكم أنه تصلي لأجل أشخاص معينين، هشجعك أنه تتصل وترفع صوتك بالصلاة. تعال، هناك أسماء كثيرة موضوعة، تعال نرفعها مع بعض، نتحد ونضع قلوبنا أيضا إحنا. يا رب يسوع، أنا واضع أمام شخصك، اخترنا يا رب للحماية والبركة يا حبيب قلوبنا. أنا أثق بيك يا رب، أنا أضع أختي هناء يا رب اللي طلبت للثبات بالإيمان يا رب، أرجوك أنت تثبتها يا رب. يا رب أضع أخي فؤاد بين إيديك يا رب، أنا واثق بشخصك يا رب أنه أنت تسمع لنا. صلاة لأجل أختي نادية يا رب، وأختي سارة للشفاء الروحي والثبات بالإيمان يا رب. يا رب أضع أخوي أبو عصام للرجوع للرب يا رب، تتمم قصدك الصالح. اختي اماني للبركه لها ولعائلتها يا رب. يا رب انا اثق بشخصك يا رب، انا ارفع صوتي مع صوت اختي لوريس يا رب، من اجل يا رب، من اجلها، من اجل بيتها، انه تسمع وتستجيب يا رب، تباركها يا رب. يا رب اضم صوتي لصوت اختي امل من اجل معاملات السفر يا رب. يا رب أضم صوتي لصوت ماما فيرجين من أجل رند يا رب مع زوجها. يا رب تكمل، تعطي بركة من عندك يا رب.
أنا واضع أمام شخصك أختي أما يا رب للشفاء، صلاة لأجل أختي سارة يا رب للشفاء يا رب من عندك بلمسات من عندك يا حبيب قلوبنا. أرجوك يا رب أضع أختي سهام يا رب، يا رب أضع أختي سهام بين إيديك يا رب، أضع صلاة من أجل أختنا وفاء يا رب، عندها تسمم وهي نايمة بالمستشفى يا رب، عائلتها أيضا يا رب تعطي شفاء يا رب، يا رب هي لا تحاول تتصل لكن لا تستطيع يا رب، وضعنا طلبات الصلاة أمام شخصك احنا نصرخ يا رب تعطي شفاء من التسمم. صلاة من أجل نهضة روحية في أحدى الكنائس في الشرق الأوسط يا رب، تنهض نهضة حقيقية من عندك يا رب أرجوك يا رب. صلاة من أجل هوري يا رب، عملت عملية القلب، يوجد مضاعفات في جسدها يا رب، أرجوك يا رب إلها شهرين في المستشفى يا حبيب قلوبنا ولم تخرج تكمل معها يا رب أرجوك. يا رب أضم صوتي لصوت أختي غصون من أجل ابنها ليث يا رب، عنده عملية يا رب أرجوك، أرجوك يا رب أنت تمد إيدك وتلمس الحبة اللي عنده يا رب أرجوك، أرجوك يا رب بدون مضاعفات يا رب. أنا أثق بيك يا رب أن أنت تسمع لنا وتستجيب يا رب. تعالوا حبايبي الغاليين ناخذ اتصال من اختنا ندى ونكمل مع بعض بقيه الطلبات. اختي ندى سلام المسيح معك. نعمه وسلام اخ فادي، الرب يباركك ويبارك حياتك. اختي ندى شلون الصحه عزيزتي؟ نشكر الرب، واريد اشكر الرب يوم اللي خابرتك الاسبوع المضى على مدة تاخذ الجنسية كان عندها امتحان ورأسا نجحت، ونشكر الرب على الصلاة وأشكر الرب هاليوم على الرسالة اللي وضعها الرب على فمك، يعني رسالة اعتبرتها لمستني واعتبرتها كلش مهمة، هي التحذير نقطة مهمة في حياة كل واحد من عندنا، لأن الكتاب يحذرنا بواي أشياء ويقول الكلمة اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد سائر يجول ملتمسا من يبتلعه. الرب ينبهنا من حيل الشيطان ويحذرنا من الأنبياء الكذبة الذين يأتون بثياب الحملان ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفة، ويحذرنا الكتاب يقول لا تكنز لكم كنوزا على الأرض بل نجعل كنوزنا في السماء، وكثير أكو من التحذيرات والإنذارات في الكتاب المقدس، ويحذرنا الرب من أهم نقطة هي عدم الإهمال وغير الإهمال بأمر خلاصنا، يحذرنا أن من أجل الخلاص، ويحذر الكتاب من عاقبة الاستمرار بالخطية. فهذه الإنذارات أنا أتطورها مثل كفارة ارتفاع تحذر وتنبه كل واحد فينا، فيا رب اليوم نصلي نقول يا رب ساعدنا حتى نسمع صوتك ويعني نصغي لسماع صوتك مو لصوت صوت العالم أو صوت الإبليس أو الشيطان. والرب يباركك، خدمة رائعة وحلوة ويزيدك أكثر وأكثر أخويا، واذكرنا في صلاتك دائما لا تنساني عزيزي. أمين أختي ندى، أنت دائما بصلاتي وأنا أشكر الرب لأجلك ولأجل عمل الله في حياتك ولأجل المداخلة الحلوة، فعلا تحذيرات حقيقية. أشكرك أختي وأنا رافعك بالصلاة، مستمر برفعك بالصلاة. الرب يبارك بيتك وألف مبروك نجاح بنتك بالجنسية، وقبل ألف مبروك نجاحكم بالجنسية السماوية. الرب يبارك حياتك ويحفظك أختي. تعالوا ناخذ اتصال من أختنا جانيت. أختي جانيت سلام المسيح معاك. مرحبا أبونا. أهلا وسهلا أختي جانيت، شلون الصحة؟ الحمد لله زين. أنا مو جانيت، أخت جانيت. أنت أميرة. أخت جانيت أهلا بيكي، ممكن أعرف اسمك؟ أميرة. أميرة أهلا وسهلا أختي أميرة، شلون صحتك؟ الحمد لله زين أبونا، مصلت لي على مود الكلى. نعم يعني شوية أحسن بس حرارة مستمرة عندي، يعني صار عندي حرارة قوية. نعم. وأبونا ريد شيلخ، أني استخدمت دهن الوتشي، يعني وتشي كله اشتعل صار مثل تجاعيد، يعني عدم وتشي بهذا الدهن. الله يخليك، بس ريد تصلي لي. حاضر
حاضر أختي أميرة، رح أرفع الأمر بالصلاة حالا. الرب يبارك حياتك أختي أميرة، سلمينا على أختي جانيت كثير. الله يسلمك أبونا، بيتش ندير رقم خاص مالتك، تقدر تنطيني رقم؟ أكيد، هسا الكنترول من راح تحكين وياهم راح يعطوك رقمي. إيه الله يخليك أبونا، لأن عندي شغلات ما أقدر أحكي على الهواء. حاضر، من عيوني أختي، خذي رقمي من الأخوة العاملين وأنا بخدمتك أختي، الرب يبارك حياتك. شكرا، تسلم، الله يحفظك، الله يخليك. أنا دائما أتابع أبونا، أنا دائما أتابع قناة أرامية ليل ونهار صراحة يعني، ويعجبني وسام هذا مرنم حيل يعني. أمين أمين، أخ مبارك، الرب يبارك أختي ويكمل معاك بالبركة ويحفظك من كل شر وشبه شر. أمين أمين أختي الغالية، الرب يبارك. تعالوا حبايبي الغاليين نكمل طلباتنا، وإحنا بعد عندنا وقت ممكن ناخذ مكالمات التليفونات والمداخلات. تعالوا نرفع طلباتنا، ومرة أخرى أنا أحملكم حبايبي الغاليين مسؤولية الأسماء اللي سمعتوها في مخادع الصلاة، أو أن ترفع مكالمة التليفون وتتصل معنا حبايبي الغاليين، وتعالوا نرفع أحدنا الآخر. لو شغلك شخص بكلمة أو كلمتين، يعني المقصود أنت سمعت طلبات الصلاة، ما ذكرنا الأخت أماني، الأخت أما، أم عصام، ذكرنا أختي سوزان، ذكرنا أشخاص كثيرين. إن كنت قد لمست حتى على الفيسبوك سترى أن هناك أسماء موجودة، اتصل واتحد معي بالصلاة لأجل هذه النفس، ستشجع الشخص اللي تصلي لأجله، يعرف أنه إحنا ليس من يقدم البرنامج هو وحده من يصلي، لكن هناك شخص اتحد معه ويكمل معه بالصلاة. تعالوا حبايبي نتشارك في هذه الدقائق الأخيرة، ونتصل ونذكر طلباتنا ونضعها أمام عرش النعمة، وأيضا نطلب لقلوبنا أن تسكن في هذه الكلمة اللي سمعناها، كلمة الله بغنى، حتى ما نتحذر. إن كان كلمك الله اليوم بكلمة، قل يا رب أنت كلمتني بأسلوبي بالخدمة، كلمتني بأمور أنا بحاجة أن تفتح عيوني لأجلها، كلمتني عن خدمتي من خلال ما تكلمنا فيه. تعالوا نكمل طلبات الصلاة. يا ربنا واضع أمام شخصك يا رب أختي سوزان، يا رب أرجوك من أجل الحمل والطفل لزوجة أخيها سينا، يا رب أرجوك تكمل معهم يا رب وتباركهم. يا رب أنا أضع أخوي نبيل يا رب، تحرير لأجل بنته يا رب وبنت أخته من روح الخوف يا رب، تكمل معاهم، تكشف شخصك لهم. أضم صوتي لصوت أختي أحلام لأجل قناة الأرامية في توسيع تخومها يا رب، أرجوك يا رب، احنا واثقين بشخصك، أختي باسمة بين إيديك عندها طلبة صلاة يا رب، أنت عارفها، أنت عارفها يا رب وعارف احتياجها. أنا أثق بيك يا رب، وأثق بعملك، وأثق بشخصك يا رب. يا رب أنا واضع أمام شخصك يا رب أختي ندى يا رب، تباركها، تكمل معها مع أفراد بيتها مع عائلتها يا رب. يا رب أنا أثق بيك يا رب، وأثق بنعمتك. يا رب أنا أضع أيضا أمام شخصك أختي أميرة للشفاء بالكلى للحرارة يا رب، ولأجل تجاعيد الوجه شفاء كامل يا رب، روحي ونفسي وجسدي. يا رب أنا واثق بيك، واثق بعملك، لك الكرامة وكل المجد، أمين. تعالوا ناخذ اتصال من أختنا بنت الرب من مصر، وبعد اتصال من أختنا المحبوبة هيلين. أختي بنت الرب سلام المسيح معك. سلام المسيح أخ فادي. أهلا وسهلا بك يا أختي بنت الرب، إزاي الصحة؟ الحمد لله نشكر الله. أهلا بك، تفضلي أنا بخدمتك. معلش أنا عندي طلبة صلاة، بس صلاة خاصة جدا، يعني إحنا عندنا مشاكل مادية ومحتاجين الله يتدخل فعلا، لأنه إحنا جينا فترة على كده وإحنا تعبنا فعلا، وما فيش أي حاجة راضية تتفتح، كل الأمور مغلقة بطريقة فظيعة، وبنصلي كتير فعلا أن الله يفتح، بس ما فيش حاجة فاتحة. إحنا يعني شبه متدمرين نفسيا وتعبانين، لأن كل قوى الشر يعني محوطانة بكل طريقة يعني.
نفسي نصلي صلاة جامدة والله يتدخل يعني ويكون بسرعة. أمين أختي بنت الرب. أمين. فضلي. أمين. أمين. الرب يباركك. إحنا هنتحد بالصلاة مع بعض أختي بنت الرب، مش بس أنا لكن كل اللي موجودين أمام شاشات التلفزيون واللي موجودين على النت، رح نتحد مع بعض لأجل الظروف المادية اللي تمر بيها. وأنا أثق أختي، واثق أنه أنت ستتصل بينا وستخبرينا بطلبة الشكر لتدخل الرب. أنا واثق بهذا الأمر. الرب باركك. سنرفع الطلبة بالصلاة وأنا أثق في تدخل الرب. رب يحافظ عليك. تعال ناخذ اتصال من أختنا هالين. أختي هالين سلام المسيح. نعم وسلام. سلام المسيح أخي فادي، شلونك؟ أشكر الرب يسوع. أختي هالين أنت شلونك؟ أشكر الرب أسأل عليك وأشكر الرب من أجلك ومن أجل قناة الآرامية أنه تسمح أنه تكون موجود ويانا ونتعلم التعليم، يعني التعليم الصحيح وال مثل ما يقولون تعليم الذهب. المواضيع اللي تحطها صدق بركة إلنا ومحتاجين شكرا. إلها يعني هواية هواية. وفعلا مثل ما قلت، حياة الخلوة مع الرب وحياة السجود والقعود يعني والقعدة ويا الرب هي اللي تخلي الإنسان يضيء، هي الواحد اللي تخلي الإنسان يكون أكو بي بهجة حقيقية وسلام الله اللي يفوق كل عقل يسكن تمام. بقلب داخل الإنسان المؤمن حتى وإن كان مفتر، بس أول ما يرجع رأسا كل شيء يتعدل ويحس نفسه يعني بالأقداس مرة أخرى مثل ما هو اسم البرنامج طريق الأقداس. فعلا محتاجين أنه نتقدس كل يوم، محتاجين أنه ننمو كل يوم. والإنسان بدون محضر الله يحس نفسه فاتر، يحس نفسه ضايع، يحس نفسه يعني مو بهالعالم، ضايع بهالعالم. لكن المؤمن الحقيقي يرجع لمحضر الرب ويتمسك بالرب ويفرح بالرب. ورب يبارك في موضوع كلش مهم، ورب يساعدنا أنه دائما نكون متسلحين بكلمة الرب ومحضر الرب، ونكون قوتنا هي الصلاة مثل ما قلت. ورب يساعدنا أنه نصلي مثل ما قلت، أنه أي أحد مرة كنت على نفس البرنامج الرب حط على قلبي أكتب كل الطلبات اللي إجت بهذاك اليوم، وخليت على قلبي أنه دائما أكتبها. رب يساعدنا يكون عندنا وقت حتى نكون رجال ونساء صلاة مثل ما كان أليشع وكل الأنبياء اللي الرب خلاهم وكتبهم بالكتاب على مودنا إحنا ولتنميتنا إحنا. والرب يباركك. آمين أختي هالين. أشكرك للمداخلة الحلوة وأشكر الرب لأجل عمله في حياتك. أنت بركة كبيرة أختي، وأصلي لأجل بيتك، لأجل عائلتك، ولأجل كل مداخلات حياتك. الرب يبارك حياتك أختي. وما أجمل هذا اللي سمعناه حبايبي الغاليين، كيف أنه عندما نشغل ونصلي صدقني الله يشغل الآخرين. حبايبي الغاليين، هل يوم تصلي لأحد صدقني الله سيشغل ناس بدون أن تدري يصلي لأجلك. على قدر ما أنت تصلي على قدر ما الله يشغل أشخاص ليصلي لأجلك. تعالوا نكمل الطلبات، ولو هناك مكالمات احنا باقينا 5 دقائق لكن ممكن أن نستغلها بالمكالمات وطلبات الصلاة، ويعني نطلب تدخل الله في حياتنا. يا رب احنا مكملين، يا رب وضع حياتنا أمام شخصك. يا رب أنا رافع أختي بنت الرب، يا رب اللي سمعت أنت صوتها، أنت عارف بظروفها وعارف بمداخلاتها، يا رب عارف بالضيقة المادية اللي موجودة وقوة الشر اللي تعمل. يا رب فرح قلوب عبيدك يا رب بفرج ضيقة المادية والروحية والنفسية. يا رب اعطيها أن تشهد عن عملك، يا رب اعطيها أن تشهد عن إحسانك، تتصل بينا لتكون سبب تعزية يا رب بتلامسك وتدخلك. احنا واثقين انه انت هو اله امس واليوم والى الابد. يا رب احنا نثق في شخصك يا رب، ونثق بمحبتك يا رب. اضع اخوي جورج لاجل خدمته الخاصة يا رب، ارجوك يا رب. انا واثق بشخصك، واثق بمحبتك انه انت تستطيع ان تكمل يا رب معنا. يا رب يا رب كل من هو في عوز أعطينا أن يكون لنا شبع في شخصك يا رب. اختي هالين يا رب وخدمتها وبيتها يا رب،
أضع أخوي عدي بين إيديك، صلاة لأجل العائلة يا رب، تسهيل الأمور بقوة الروح القدس يا رب. احنا واثقين بشخصك، واثقين بعملك يا رب. أعطينا نقود يا رب اللي في العالم يا رب، إلى الرجل يا رب، إلى شخص ربنا يسوع المسيح يا رب. أنا أثق بشخصك يا رب، أرجوك تعامل معنا يا رب، يا رب تعامل مع البعيدين يا رب. يا رب أعطينا أن يكون لنا قلبك وأن يكون لنا فكرك. أنا وضع أخوي عدي لأجل ابنه يا رب، أرفعه بالصلاة لأجل ابنه. أضع أختي لينا يا رب لأجل تسهيل معاملة السفر والحفظ يا رب الكامل. يا رب أنا واثق بيك يا رب، أنا واثق بعملك، أنا واثق يا رب أنت اللي أعطيتنا هذه الفرصة، أتيت لتكلمنا، أحفظ تأثيرات الكلام يا رب. يا رب أنا واثق بيك يا حبيب قلوبنا يا رب. أشكرك لأجل اللي رفعوني بالصلاة يا رب. يا رب كم أشكرك لأجل شعبك، كم أشكرك لأجل عملك يا رب. أقيم لنا، افتح عيوننا فنرى مركبات نارية حوالينا يا رب، نرى القوة التي تعمل لصالحنا. أعطينا أن نفتح كتبنا يا رب. يا رب أكثر شغلتين يحاربهم إبليس معرفة كلمتك وخلوة الصلاة يا رب، لأنه عارف أنه إحنا بدونك لا نقدر أن نفعل شيء. أرجوك يا رب أعطي يا رب أنه نركز في أفكارنا، في خدمتنا، في عملنا. أنا أضع صفاء بين إيديك ولمياء وفداء يا رب، وعوائلهم وبيوتهم يا رب. يا رب أضع خدمتك في الآرامية وخدمة يوم الجمعة والسبت يا رب. أنا واثق بيك أنه أنت سمعت لنا واستجبت، لك الكرامة وكل المجد، آمين. حبايبي الغاليين، إحنا في آخر دقيقة أو دقيقتين من الحلقة، أحب أخبركم أنه إذا كان على قلبك أنه تدرس كلمة الله وتفهم كلمة الله، فبإمكانك أن تتصل بقناة الآرامية وتأخذ الإيميل الشخصي عندي، وبإمكان أن يرسل لك دروس بالمراسلة للنمو. يعني تترك إيميلك وإحنا بنعمة الرب سنرسل لك دروس تستطيع من خلالها أن تتعلم كلمة الله وتنمو في معرفته. أكثر شيء يحاربه كما ذكرت، عندما يعرف أنه أنت كيف تجلس قدام عرش النعمة، تجلس في محضر الله وتتعلم الكلمة. إبليس لن يمنعك من الذهاب للكنيسة والترنيم وكل الأمور هذه، لن يمنعك من الخدمة إذا ضمن أنه أنت بدون مصدر لهذه الطاقة، لأنه عارف كل ما ستعمله ستعمله بقوتك. لذلك يا حبايبي الغاليين، لو أنتم مشغولين أن تتعلموا كلمة الله، لا تتردد بأن تراسل الآرامية، تكتب على البرنامج المفتوح أمامك، اكتب على الحلقة أنا أريد أن أدرس الكتاب، هل ممكن أن ترسل لي دروس بالمراسلة؟ سنرسلها لك وسنجيب على كل أسئلتك. الرب يبارك حياتكم حبايبي الغاليين. احنا نضع باقي حياتنا اليوم مع عرش النعمة، ونثق في شخصه، نثق في عمله. في الدقيقة الأخيرة أنا أستودع كل واحد فيكم أمام عرش النعمة، أمام محبة. صلوا لأجلي وأنا أصلي لأجلكم، وأنا أثق أنه الله إن تأنى في مجيئه سيعطينا يوم جديد بعد أسبوع مليء بالبركة. لغاية ذلك اليوم خذ، أشجعك تأخذ أسماء من اللي وضعت وضعها أمام عرش النعمة في هذا الأسبوع. صلوا لأجلنا ولأجل القناة ولأجل تسديد كل احتياج مادي وروحي ونفسي، وأنا أثق في محضر النعمة عندما ترفع طلباتنا سيباركنا الرب وسيعطينا ويقيم شعب حقيقي. أخوكم الضعيف بحاجة لصلاتكم، لا تنسوني بالصلاة، وأنا أشكركم مقدما. أترككم في سلام المسيح. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. سلام المسيح معكم، آمين.